بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب السادس يا هلا بكم بالجزء الثاني لإنشاءات السادس الإعدادي ضمان ال20 درجة. أخذنا بالجزء الأول إنشاء اليونت الأول، إنشاء اليونت الثاني، إنشاء اليونت الثالث، وأخذنا إنشاءات اليونت الرابع اثنين، فأخذنا 5 إنشاءات. أنت يعني إذا تريد تضبط لنا هذا النيتشه، وهسه راح ناخذ إنشاءات اليونت الخامس والسادس والسابع والثامن، همتين 5 إنشاءات. طبعا اليونت الخامس بإنشاءين، اليونت الخامس كم انشاء بانشاءين، يعني نفس اليونت الرابع، اليونت الرابع بانشاءين اخذناهن، اليونت الخامس هماتين بانشاءين. فنجي ناخذ الاول، عندنا هنا الانشاء الاول لليونت الخامس هو عطله رائعه قضيتها، اسم الانشاء. صيغه السؤال اللي تجيك هي هذه، هاي تم نشوف هذه اللي مخلي بلون احمر ومخلي خط جوا، خلي بالك هذا انشاء اليونت الخامس. Wonderful a wonderful holiday، wonderful holiday يعني holiday عطلة، wonderful رائعة، I have had أني قضيتها، تمام؟ فنجيبه هذا نخليه عنوان حتى نحصل عليه درجة، نجيبه من السؤال a wonderful holiday I have had. بعدها ننزل للإنشاء، نقرأ النقطة الأولى. My cousin and I، my cousin معناها ابن عمي، تمام؟ my cousin، cousin ابن العم أو ابن الخال، فهنا أنا my cousin ملكت my cousin and و أنا I have recently recently عدنا مؤخرا، مؤخرا معناها recently recently مؤخرا، returned عدنا، فهنا recently returned، returned معناها عدنا، recently مؤخرا. ف my cousin and I and I have recently returned from، عدنا منين؟ من from a wonderful wonderful فورتنايت هوليداي، من عدنا من عطلة رائعة لمدة أسبوعين. فورتنايت معناها أسبوعين، فورتنايت تمام. هوليداي هي عطلة، عطلة لمدة أسبوعين. In the north of Iraq، وين هذه العطلة؟ في شمال العراق. In the north، north معناها شمال، of Iraq العراق تمام. It was، هاي دا اقصد خليت الضمير مال الاكس خليته للعطلة. It was a package deal، كانت صفقة او رحلة جماعية. package deal على قولتنا نقدر نقول حملة هيك شيء، يعني مجموعة من الناس. ف a package deal ايش قد كلفتنا؟ which cost us، كلفتنا which cost، cost كلفة us يعني هنا كلفتنا us ضمير هذا. ايش قد كلفتنا؟ $500، 500 دولار، تمام. فهنا عندي my cousin and I have recently returned from a wonderful fortnight holiday in the north of Iraq. It was a package deal which cost us $500. أعيدها مرة ثانية. My cousin and I have recently returned from a wonderful fortnight holiday in the north of Iraq. It was a package deal which cost us $500. نروح على النقطة الثانية. We stayed، we نحن stayed بقينا أو أقمنا. We stayed in a 5-star hotel. We stayed in a 5-star hotel. نحن بقينا بفندق 5 نجوم، 5 نجوم، 5 5-star نجوم، hotel هو فندق، فإحنا بقينا بفندق 5 نجوم. In أربيل، في أربيل. With breakfast، يعني بوجبة إفطار، breakfast معناها وجبة إفطار. And dinner، وعشاء، dinner اللي هو العشاء. Every day we stayed in a 5-star hotel in أربيل with breakfast and dinner every day. And the cost، والسعر اللي قلنا عليه 500. And the cost، والسعر، even include، حتى يتضمن، include معناها يتضمن، included هنا أنا بالماضي، included entertainment، entertainment، entertainment يعني معناها وسائل الترفيه، entertainment، entertainment وسائل الترفيه، تمام. in the evenings، in the evenings يعني معناها بالأمسيات، evening هو المساء، evenings أمسيات جمع، في الأمسيات، تمام. We stayed in a 5-star hotel in Erbil with breakfast and dinner every day and the cost even included entertainment in the evenings. It has comfortable،
comfortable comfortable يعني مريحة rooms it has comfortable rooms هذا ده يحكي عليه من ده يحكي على الفندق يعني بغرف مريحة comfortable مريح rooms معناها غرف modern restaurant modern restaurant يعني modern عصري restaurant حديث فيعني مطعم عصري مطعم عصري swimming pool swimming pool يعني كله هذا مسبح تمام and two tennis courts two tennis courts يعني معناه اثنين قاعات تنس courts courts معناها قاعات تنس تنس نفسيتها two اثنين فهنا it has comfortable rooms modern restaurant swimming pool and two tennis courts تمام هاي النقطة الثانية نجعل النقطة الثالثة according according وحسب according to the program according to the program يعني وحسب برنامج to the program برنامج هو program of the holiday وحسب برنامج العطلة according to the program of the holiday وحسب برنامج العطلة we went احنا ذهبنا I went الماضي مال go to several several معناها عدة tourist معناها السياحة sites مواقع فنحن ذهبنا إلى مواقع سياحية عدة مواقع سياحية عدة فمواقع sites tourist سياحية several عدة تمام including من ضمن هذه المواقع اللي رحنا لها including بضمنها the parks المتنزهات الحدائق parks resorts المصايف resorts المصايف malls يعني المولات الأسواق التجارية and museums المتاحف museums museums معناها المتاحف we visited احنا زرنا visited the castles castles تيمة اللفظ castles castles معناها قلعة احنا زرنا القلعة القلعة طبعا هنا جمع قلعات وين هذين القلعات ان زاخو اند اربيل احنا زرنا القلاع في زاخو واربيل اند اربيل كازل يعني وقلعة اربيل اللي رايحين لاربيل اكيد يعرفون قلعة اربيل فانانا we visited the castles in زاخو اند اربيل كازل where we had حيث احنا we had delicious lunch تناولنا الغداء اللذيذ delicious معناها لذيذ lunch معناها الغداء ف where we had delicious lunch in a luxurious restaurant في مطعم فاخر او ضخم او يعني حلو luxurious فخم in a luxurious restaurant مطعم تمام اعيد النقطة الثالثة according to the program of the holiday we went to several tourist sites including the parks, resorts, malls, and the museums. We visited the castles in Zaho and Erbil Castle where we had delicious lunch in a luxurious restaurant. روح على النقطة الرابعة. In addition, بالإضافة إلى ذلك, in addition, خذنا بالمشاهدات اللي قبله, we enjoyed, احنا استمتعنا, enjoyed, wearing Kurdish costume. احنا استمتعنا بلبس wearing لبس الزي الكردي كردش كردي كوستيوم يعني الزي تمام فاستمتعنا بلبس الزي الكردي and danced ورقصنا danced معناها danced يعني معناها رقص danced بالماضي danced the folk dancing ورقصنا الرقصة الشعبية مالت الأكراد folk dancing ورقصنا الرقصة الشعبية the best thing things أفضل الأشياء اللي صارت تمام best أفضل things الأشياء about the holiday حول العطلة was the spectacular كان was the spectacular view فالأفضل شيء صار بالعطلة هو المنظر الخلاب المنظر الجميل كلش اللي موجود بأربيل ففيو هو منظر خلاب الجميل كلش spectacular تمام of the high mountains من الجبال العالية يعني منظر الجبال العالية high mountains هي الجبال الهاي العالية and the
hospitality, hospitality كرم. Hospitality of the people there. وكرم الناس people there. وكرم الناس اللي موجودين هناك بأربيل. أعيد النقطة الرابعة. In addition, we enjoyed wearing Kurdish costume and danced the folk dancing. The best things about the holiday was the spectacular view of the high mountains and the hospitality of the people there. زين هذا افضل اشياء. زين افضل الشيء الاسوء اللي موجود به العطله, the worst, اسوء شيء, the worst thing was the weather. اسوء شيء كان بالعطله هو الطقس, weather. It was rainy, كان ممطر, and cold, وبارد. Anyway, على اي حال, we shall certainly, احنا بالتاكيد, certainly, بالتاكيد, never, ابد, forget, ابد ما ننسى, forget that wonderful holiday. احنا ابد ما راح ننسى هاي العطله اللي رحنا بها, العطله الرائعه. The worst thing was the weather. It was rainy and cold. Anyway, we shall certainly never forget that wonderful holiday. هسه راح اعيد الانشاء من البدايه للنهايه, فانتبه وياي. اول شيء مثل ما قلت لك لازم تكتب العنوان حتى تحصل عليه درجه. A wonderful holiday I have had. My cousin and I have recently returned from a wonderful fortnight holiday in the north of Iraq. It was a package deal which cost us $500. We stayed in a five-star hotel in Erbil with breakfast and dinner every day, and the cost even included entertainment in the evenings. It has comfortable rooms, modern restaurant, swimming pool, and two tennis courts. According to the program of the holiday, we went to several tourist sites, including the parks, resorts, malls, and museums. We visited the castles in Zaho and Erbil Castle, where we had delicious lunch in a luxurious restaurant. In addition, we enjoyed wearing Kurdish costume and danced the folk dancing. The best thing about the holiday was the spectacular view of the high mountains and the hospitality of the people there. The worst thing was the weather. It was rainy and cold. Anyway, we shall certainly never forget that wonderful holiday. هاي بالنسبة لإنشاء اليونت الخامس. هسه نروح على إنشاء اليونت الخامس الثاني. طلع معنا هسه نجي للإنشاء الثاني اللي موجود بالوحدة الخامسة اللي هو اسمه نصائح للسائحين في العراق. سؤال السؤال اللي تجيك يا هاي. أنت من شوف هذا اللي باللون الأحمر advice نصائح to tourists معناها السائحين in Iraq في العراق. يعني خلي بالك هاي إنشاء مال اليونت الخامس الثاني. أول شيء لازم نخلي عنوان, هو أنت نجيبه من السؤال advice نزلناها tourists in Iraq, نصائح للسائحين في العراق. نجي للنقطة الأولى. If you want, إذا كنت تريد, if you أنت want to read to visit Iraq, أن تزور العراق, visit تزور العراق, العراق. In a tour, tour معناها رحلة. إذا أنت كنت تريد تزور العراق في رحلة أو بجولة, تمام؟ I am sure, أنا متأكد, متأكد. I am sure you will, أنت سوف. Extend, تمدد. Extend معناها يمدد. Your stay, إقامتك. By many other, بالكثير من.
extra days by many other extra days بالعديد من الأيام يعني الإضافية extra إضافي days الأيام. فأنت أنا متأكد إن أنت راح تمدد الإقامة مالتك إذا جيت العراق. because ليش راح تمدد الإقامة مالتك؟ because لأنه العراق العراق has many العراق لديه الكثير many الكثير wonderful places to see الكثير من الأماكن الجميلة أو الرائعة to see حتى تشوفها. تمام؟ فالنقطة الأولى if you want to visit Iraq in a tour I am sure you will extend your stay by many other extra days because Iraq has many wonderful places to see. نروح على النقطة الثانية I have some good advice. أني عندي I have some بعض النصائح الجيدة. Good advices هنا جمع نصائح. To tourists in Iraq. أنا عندي بعض النصائح للسائحين في العراق. First اللي هو موضوع النصائح. First أولا you should أنت ينبغي عليك know and read. أنت لازم تعرف وتقرأ. More about the history of the country. أنت لازم تعرف and read وتقرأ الكثير حوله about the history. History التاريخ of that country. عن ذلك البلد اللي أنت راح تزوره. Because لأنه العراق العراق was the birthplace. لأن العراق هو مكان place معناه مكان birth ولادة. لأنه مكان ولادة. Of many للعديد من شنن civilizations معناها حضارات civilizations and the source ومصدر أو منبع مصدر أو منبع نفس الشيء and the source of religions ومنبع ومصدر الديانات religions معناها الديانات. Then I have some good advice to tourists in Iraq. First, you should know and read more about the history of that country. Because Iraq was the birthplace of many civilizations and the source of religions. روح النقطة الثالثة. Then, ثم, you should choose انت لازم تختار او ينبغي عليك ان تختار the best Iraqi tour انت لازم تختار افضل يعني انا خلينا نكملها the best Iraqi tour company افضل شركه سياحه شركه company tour يعني سياحه that organize معناها ينظم okay wonderful trips نزهه رائعه رائع wonderful نزهه trips نزهه يعني قليله okay and excursions معناها رحلات فلازم تختار هنا you should choose تختار افضل شركه سياحه واللي تنظم هذه الشركه التي تنظم رحلات ونزه تمام رائعه wonderful trips and excursions معناها رحلات يعني رحلات يودوك لاماكن ما ادري هوايه and personally يعني شخصيا person شخص personally شخصيا okay I recommend it أنا أوصي أو أقترح recommended يعني أوصي أو أرشح تمام أو أقترح Savor Tours Company أوصي بشركة هاي نانا Savor آمنة Tours سياحة Company فشركة سياحة آمنة أوصي بشركة سفر آمنة أنا سافر معناها أمان because لأنه it has لديها it has been organizing لأنها تنظم organizing trips النزه over لأكثر 30 years لأكثر من 30 سنة تمام فهنا صارت عندي النقطة الثالثة then you should choose the best Iraqi tour company that organize wonderful trips and excursions and personally I recommended Savor Tours Company because it has been organizing
trips over 30 years. نروح على النقطة الرابعة. You should visit. أنت ينبغي عليك أن تزور. Visit تزور. A lot of historical places. أنت ينبغي عليك أن تزور الأماكن التاريخية. Historical تاريخ. Places أماكن. الأماكن التاريخية. Such as مثل من مثل the ruins of Babylon. مثل آثار بابل. Ruins آثار of بابل. بابل. City مدينة آثار بابل. And or city ومدينة or you are or city south of Baghdad. وين هذه اللي هي جنوب العراق south of Baghdad جنوب بغداد. And the castles والقلاع اللي خدناها بالإنشاء اللي سق القلاع اللي موجودة وين in Zaha. And the Hatra ruins وآثار الحضر Hatra ruins north of Baghdad اللي هي شمال بغداد. And that's only to name a few. هذا فقط دا أعطيك يعني القليل من الأماكن اللي أنا عددتهن لك اللي هي مدينة بابل أور ومن شنو. فthat's only to name a few. هذا أقل شيء أنا أتذكره. فالنقطة الرابعة you should visit a lot of historical places. Such as the ruins of Babylon city and Ur city south of Baghdad and the castles in Zaha and the Hatra ruins north of Baghdad and that's only to name a few. نجي للنقطة الأخيرة. In addition بالإضافة إلى ذلك in addition to that بالإضافة إلى ذلك you should visit the north of Iraq. أنت لازم تزور شمال العراق. You should visit the north of Iraq where the spectacular views of nature حيث المناظر الخلابة الموجودة بالطبيعة. Where the spectacular views المناظر الخلابة of nature بالطبيعة. And high mountains والجبال العالية high عالي mountains جبال. Last but not least أخيرا وليس آخرا you should eat أنت ينبغي عليك أن تأكل some delicious Iraqi dishes. أنت ينبغي عليك أن تأكل الأطباق العراقية اللذيذة أطباق dishes Iraqi العراقية delicious اللذيذة. And don't forget أو don't forget ولا تنسى to bring أن تحضر a camera كاميرا هي نفسيتها to keep حتى تبقي your memories in Iraq حتى تبقي ذكرياتك بالعراق يعني لازم تجيب لك كاميرا. فالنقطة الأخيرة أعيدها in addition to that you should visit the north of Iraq where the spectacular views of nature and high mountains. Last but not least you should eat some delicious Iraqi dishes and don't forget to bring a camera to keep your memorize in Iraq. هسه خلينا نعيد الانشاء من البدايه للنهايه وركز بي. اول شيء مثل ما قلت لك العنوان لازم تخليه advice to tourists in Iraq. If you want to visit Iraq in a tour I am sure you will extend your stay by many other extra days because Iraq has many wonderful places to see. I have some good advice to tourists in Iraq. First, you should know and read more about the history of that country because Iraq was the birthplace of many civilizations and the source of religions. Then you should choose the best Iraqi tour company that organize wonderful trips and excursions. And personally, I recommended Saver Tours Company because it has been organizing trips over 30 years. You should visit a lot of historical places such as the ruins of Babylon City and Ur City south of Baghdad. And the castles in Zaha and the Hatra ruins north of Baghdad. And that's only to name a few.
In addition to that, you should visit the north of Iraq, where the spectacular views of nature and high mountains. Last but not least, you should eat some delicious Iraqi dishes. And don't forget to bring a camera to keep your memories in Iraq. بالنسبة لإنشاءات البنية الخامسة الثانية. طلاب يعني هسه نجي لإنشاء اليونت السادس. باليونت السادس عندكم فقط إنشاء واحد اللي هو خطأ في حسابي المصرفي. صيغة السؤال اللي تجيك هي هاي: write a letter to your bank. أنت ما يشوف بنك، خلي بالك هذا إنشاء اليونت السادس بنك، ما عندكم غيره يعني 10 إنشاءات ما بيهن بنك. To complain حتى تشتكي about حوله or withdrawal shown in your statement سحب موضح بحسابك. Okay, that you didn't make. انت ما سويت هذا السحب. فاريد عنوان، العنوان تكتب لي هذا. I mean withdrawal shown in your statement that you didn't make. هذا كله تخليه عنوان. سحب مبين او سحب، هنا سحب، سحب withdrawal shown موضح او مبين on your statement فيه كشف حسابك that you didn't make. هذا كله خليه عنوان يعني بوسط الدفتر حتى يعطيك عالية درجة. تمام، ننزل there sir. طبعا هنا هو letter يعني رسالة، فانت راح تكتب رسالة لازم تكتب يعني البداية there sir، هاي لازم تخليها كعنوان لك، وبالاخير لازم تكتب your sincerely. وهنا بدأ تكتب رسالة رسمية يعني مدير البنك بدأ تكتب له، فمو تكتب له هاي باست وشز وهاي، لا ما يصير. اوكي، وهنا لازم تكتب له سير، يعني مو كان عندكم باليونت الثاني دير احمد، هنا لا تكتب له دير سير. اوكي، ننجي. This letter، هذه هي الرسالة، is to inform you، هي لإعلامك، is to inform you of a problem، عن مشكلة. I discovered، أنا اكتشفتها. Discovered معناها اكتشفتها. When I received، عندما أنا يعني استلمت، received my monthly bank statement yesterday، عندما أنا استلمت كشف حسابي المصرفي الشهري، monthly شهري، bank statement كشف حساب yesterday البارحة. فصارت عندنا النقطة الأولى dear sir، this letter is to inform you، this letter is to inform you of a problem I discovered when I received my monthly bank statement yesterday. هاي بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية while، بينما I was reading my monthly bank statement، هذا اللي احنا ذكرناه بالنقطة الأولى monthly bank statement، عندما أنا كنت أقرأ كشف حسابي الشهري. اوكي، I noticed، أني لاحظت. تمام، noticed لاحظت أو اكتشفت that there was، بأنه كان هناك، that there was a withdrawal سحب شاون موضح أو مبين in my statement في كشف الحساب مالتي that I didn't make. هذا هم تنجيبه من السؤال اللي هو العنوان مالتك اللي أنت راح تحفظه. فأنا a withdrawal shown in my statement that I didn't make. تمام، اذا صار عندي النقطه الاولى والنقطه الثانيه. While I was reading my monthly bank statement I noticed that there was a withdrawal shown in my statement that I didn't make. نجي على النقطه الثالثه. النقطه الثالثه the statement كشف الحساب shows، يبين that I have، بانه اني عندي withdrawal 100 1000 IQD، لأنه أنا سحبت وذرن، أنا سحبت وذرن، سحبت شقد؟ سحبت 100,000 دينار عراقي. تمام، IQD هاي العملة العراقية. فشاون أنا أركز، شاون تصريف، يعني جت هاف وياها تصريف. On the 1st of July، في الأول من شهر جولاي، نيسان. Although على الرغم I didn't withdraw any money، على الرغم من انه اني ما سويت او ما سحبت هذا الفلوس اللي راح من عندي 100,000.
تمام. any money I don't or I didn't withdraw any money from my balance. يعني على الرغم من أني ما سحبت أي شيء من الرصيد مالتي، balance الرصيد معناه balance. That time في ذلك الوقت because لأنه I had أني كان عندي I had been in Jordan for treating. أني كنت بالأردن للعلاج treating العلاج. فصار عندي النقطة الثالثة the statement shows that I have withdrawn 100,000 IQD on the 1st of July, although I didn't withdraw any money from my balance that time because I had been in Jordan for treating. النقطة الرابعة I am sure أنا متأكد that there is a big mistake. أنا متأكد أن هناك خطأ كبير، big كبير، mistake خطأ، in my statement في كشف الحساب مالتي. And I hope وأني أتمنى you will check it up. وأنا أتمنى أنه أنت راح تفحصه أو تدققه. check it up and correct this mistake. وصحح هذا الخطأ. correct صحح هذا this mistake الخطأ soon. هذا الخطأ قريبا. I am sure there is a big mistake in my statement and I hope you will check it up and correct this mistake soon. النقطة الخامسة I enclosed أني أرفقت أو خليت enclosed a copy نسخة copy of my bank statement من الكشف مال الحساب البنك مالتي. And I hope وأني أتمنى my complaint شكوتي complaint will be resolved. solved يعني حل resolved ستحل soon قريبا. تمام. I enclosed a copy of my bank statement and I hope my complaint will be resolved soon. I am looking forward أني أتطلع للاستماع منك. looking forward أتطلع to hearing from you للسماع منك. I am looking forward to hearing from you. thank you very much شكرا جزيلا. ده تشكر يا مدير الشركة أنت تعطي رسالة. Your sincerely and مخلص لك. Your sincerely لازم تكتبها واكتب الاسم مالتك اللي هنا أنا مثلا علي. تمام. بالنسبة لإنشاء مانيونت السادس راح أعيده من البداية وركز بيه. نجي للإنشاء مثل ما قلت لك لازم تخلي عنوان، والعنوان هذا كله تخليه withdrawal شاون سحب مبين on your statement that you didn't make. سحب مبين بالحساب مالتك انت ما سويت، هذا عنوان يعني تقول هاي هوايه. ايه هوايه صح، بس انت هي ايه يعني السؤال او الانشاء هو مطلوب عن هذا الشيء. تمام. اجي اقرا الانشاء. Dear sir, this letter is to inform you of a problem I discovered when I received my monthly bank statement yesterday. While I was reading my monthly bank statement, I noticed that there was a withdrawal shown in my statement that I didn't make. The statement shows that I have withdrawn 100,000 IQD on the 1st of July, although I didn't withdraw any money from my balance that time because I had been in Jordan for treating. I am sure there is a big mistake in my statement and I hope you will check it up and correct this mistake soon. I enclosed a copy of my bank statement and I hope my complaint will be resolved soon. I am looking forward to hearing from you. Thank you very much. Yours sincerely, Ali. هذا بالنسبة لإنشاء اليونت السادس. طلابنا هسه نجي لإنشاء اليونت السابع. طبعا باليونت السابع عندكم فقط إنشاء واحد اللي هو الدراسة أثناء العمل. صيغة السؤال اللي تجيك هي هاي وتعرفها من خلال هاي الكلمة studying while you are working. تدرس studying while you are working بينما أنت تعمل أثناء العمل. تمام.
جيبه تخلي عنوان هذا بس، هاي اللي من عندك يعني تخلي عنوان studying while you are working، خلي عنوان، او تريد تكتب هذا كله اللي باللون الاحمر تكتبه كعنوان يعني يعطيك عليه درجة. studying while you are working is worth all the hard work، يستحق كل العمل الشاق. تمام، نجي للنقطة الأولى. studying الدراسة is an important period، هي فترة مهمة، فترة period important مهمة. studying is an important period of life، الدراسة هي فترة مهمة في حياتنا of life. it helps أنها تساعدنا يا الدراسة to gain للحصول to gain an academic degree، الحصول على درجة أكاديمية. academic هي أكاديمية، degree درجة. تمام، to provide لتزويدنا to provide us، us هي نا to provide us with a suitable job، بوظيفة مناسبة. مناسبة هي suitable، وهاي هم العنوان اللي يجيكم بالقطعة الخارجية suitable title، هاي نفسيتها. with a suitable job to live on، للعيش عليه. تمام، فالنقطة الأولى studying is an important period of life، it helps to gain an academic degree، to provide us with a suitable job to live on. أروح على النقطة الثانية. some people، بعض الناس، are forced، forced ينجبرون، force هي قوة، forced ضفنا لها إيدي صار ينجبرون، صار يعني بقوة، يعني صار عليهم قوة أو إجبار. to study حتى يدرسون and work، بعض الناس ينجبرون يدرسون و يعملون. at the same time في الوقت نفسه، هاي كله at the same time في الوقت نفسه. but it is not easy، لكن مو هذا مو شيء سهل. not easy، easy سهل. to do that لفعل ذلك. تمام، اذا النقطة الثانية some people are forced to study and work at the same time but it is not easy to do that. نجي على النقطة الثالثة. they need، هاي من الناس، they need to work just for personal needs، انهم يعملون، هم يحتاجون، يحتاج need to work، ان يعمل، work just فقط for personal needs، هم فقط يحتاجون يعملون فقط لاحتياجاتهم الشخصية. needs احتياجات شخصية personal، such as مثل books الكتب and clothes الملابس. يعني هاي بعض من عندهم. some students، بعض الطلاب، have to spend، يتوجب عليهم spend on their families، يتوجب عليهم ان شنو يصرفون على عوائلهم، يعني بالاضافة انه على الملابس مالاته والكتب مالاته، لكن شنو يصرف على عائلته. some students، بعض الطلاب، have to spend on their families. they need to work just for personal needs such as books and clothes. some students have to spend on their families. اروح على النقطة الرابعة. they work after taking their classes، انهم يعملون، هم هذول اللي قلنا عليهم work، يعملون after، بعد taking اخذ their classes، بعد اخذهم الدروس، يعني هم مو يروحون المحاضرات هاي، بعدها شنو يعملون. so لذلك they face، لذلك هم يواجهون face some difficulties، لذلك هم يواجهون بعض الصعوبات. some difficulties اللي هي الصعوبات. they might not، هم لربما focus on their study. they might not focus on their study، إن هم ما راح يركزون بدراستهم. because they come home late and tired، لان هم يرجعون للبيت شنو، هم يرجعون تعبانين ومتاخرين، late متاخر وتعبان شنو tired. فالنقطه الرابعه صارت عندنا they work after taking their classes so they face some difficulties. they might not focus on their study because they come home late and tired. تمام، اروح على النقطة الرابعة او الخامسة العفو. good studying needs enough time، الدراسة studying good، الدراسة جيدة needs تحتاج
شنو هو enough time تحتاج إلى وقت كافي with relaxing relaxation وياها شنو وياها راحة هماتين ف good studying needs enough time with relaxation. Few people بعض الناس كان balance ممكن إنه يوازنون balance موازنة between بين between them يعني بين الدراسة والعمل between them but they need struggle لكن هم ممكن إنه راح يعانون أو يكافحون المعاناة هي نفسها المكافحة and patient لكن هم يحتاجون إلى الكفاح والpatience patience الصبر تمام فالنقطة الخامسة good studying needs enough time with relaxation few people can balance between them but they need struggle النقطة الأخيرة studying while working الدراسة بينما أنت تعمل studying while working is worth هي شنية تستحق all the hard work تستحق كل العمل الشاق towards باتجاه أو نحو great goals الأهداف goals الأهداف great عظيم فنحو الأهداف العظيمة studying while working is worth all the hard work hard work towards great goals هذا بالنسبة لإنشاء اليونت السابع راح أعيده من البداية وركز وياي مثل ما قلت لك جيب العنوان studying while you are working is worth all the hard work studying is an important period of life it helps to gain an academic degree to provide us with a suitable job to live on some people are forced to study and work at the same time but it is not easy to do that They need to work just for personal needs, such as books and clothes. Some students have to spend on their families. They work after taking their classes, so they face some difficulties. They may not focus on their study because they come home late and tired. Good Studying needs enough time with relaxation. A few people can balance between them, but they need struggle and patience. Studying while working is worth all the hard work towards great goals. بالنسبة لي إن شاء اليوم السابع. طلاب عيني هسه نجي لإنشاء اليونت الثامن الأخير أكون باليونت الثامن فقط إنشاء واحد اللي هو تحسين البيئة صيغة السؤال اللي تجيك هي هاي أتمنى نشوف هذا improve the environment environment هاي environment هي بيئة فتحسين البيئة improve تحسين البيئة هي environment تمام تجيبها تخلي عنوان حتى يطيق عليها درجة بعدها تنزل للإنشاء نجي للنقطة الأولى a safe and healthy environment البيئة جيدة والصحية safe آمنة تمام and healthy صحية environment بيئة ف a safe and healthy environment is very important thing هي شيء جدا مهم شيء think important مهم very جدا is very important a safe and healthy environment is very important thing for all creatures For all creatures. Creatures معناها المخلوقات. On our planet. على كوكبنا. On our نا هاي تملك مالتنا كلنا. Planet الكوكب. Healthy and clean environment. بيئة صحية ونظيفة. Clean نظيفة. Healthy صحية. بيئة صحية ونظيفة. Means تعني good health. حياة صحية. And safe life. وحياة آمنة. تمام؟ نجي على النقطة الثانية أو خلنا نعيد النقطة الأولى A safe and healthy environment is very important thing for all creatures on our planet Healthy and clean environment means good health and safe life
نقطة ثانية. The earth, الأرض, the earth faces plentiful environmental problems. The earth اللي هي الأرض faces يعني تواجه تمام مشاكل problems environmental بيئية كثيرة وفيرة. هنا أنا وفيرة أو كثيرة plentiful. Plentiful. Plentiful معناها وفيرة كثيرة. تمام. The earth faces plentiful environmental problems caused يعني يسببها من اللي يسببها caused by pollution متسببة بمن من قبل التلوث pollution التلوث pollution and other effects وتأثيرات أخرى other أخرى effects تأثير effects by human being من قبل الإنسان تمام أو البشر human beings so we need لذلك إحنا نحتاج to improve it لذلك إحنا نحتاج إنه نطورها improve it. إذا عندنا النقطة الثانية the earth faces plentiful environmental problems caused by pollution and other effects by human being so we need to improve it. أروح على النقطة الثالثة to improve it حتى نطورها we should احنا ينبغي علينا او لازم نسوي we should have ecological awareness لازم يكون عندنا وعي صحي وعي هو awareness ecological بيئي او صحي لازم يكون عندنا وعي بيئي يعني افضل ecological هي نفسية environment تمام and stop pollution ونتوقف التلوث ونوقف التلوث زين شلون نوقف التلوث through من خلال pinning cards حظر pinning معناها حظر pinning cards السيارات that produce التي تنتج شنو too much smoke on roads حظر السيارات التي تنتج الكثير من الدخان على الطرقات على الطريق roads تمام and pinning وحظر throwing factories waste materials وحظر مواد النفايات المصانع throwing factories throwing factories اللي هي المصانع waste materials waste materials waste يعني البقايا من النفايات materials مواد تمام materials مواد into في rivers وحظر المواد النفايات نفايات المصانع اللي يخلوها بالانهار ف and pinning وحظر throwing factories waste materials into rivers أعيد النقطة الثالثة to improve it we should have ecological awareness and stop pollution through pinning cars that produce too much smoke on roads and pinning throwing factories waste materials into rivers. أروح على النقطة الرابعة. People also can use renewable. الناس يمكن أن يستخدمون. الناس people also كذلك can use. يمكن أن يستخدمون renewable energy. Renewable energy sources. مصادر متجددة للطاقة. مصادر طاقة متجددة. طاقة هي energy. Sources مصادر renewable متجددة فpeople also can use renewable energy sources مثل شنو such as wind كالرياح and sun الرياح والشمس we can also start a national وإحنا كذلك نقدر نبدأ start a national tree planting campaign حملة وطنية لزراعة الأشجار هنا ناشونال وطني تري أشجار planting زراعة campaign معناها حملة تمام فصارت عندي people also can use renewable energy sources such as wind and sun we can also start a national tree planting campaign أكمل we should work إحنا يجب أن نعمل Work hard بجد to stop the destruction of forests. احنا لازم نعمل بجد حتى نوقف دمار. Destruction معناها دمار. عندكم همات يعني ب
اخذتوها هاي الكلمة بمحمد خضير، مالت شنو اللي تعنيه قصة الأرجوحة، destruction الدمار والحرمان، destruction of forest دمار شنو الغابات، forest الغابات، تمام. هاي بالنسبة للنقطة الرابعة، راح أعيدها من البداية. People also can use renewable energy sources such as wind and sun. We can also start a national tree planting campaign. We should work hard to stop the destruction of forests. أجعل النقطة الخامسة potholes. Potholes اللي هي الزجاج أو القناني، زجاج. Cans اللي هي العلب أو نقدر نقول قواطي. Plastic والهمسيتي plastic and paper والأوراق can be sorted. يمكن أنه تترتب. Can be sorted. Sorted يعني يمكن ترتيبها. شلون؟ put in special bags، يعني نخليها بأكياس خاصة، خاصة special bags أكياس. and delivered وتسلم، delivered تسلم. to be taken وتؤخذ to a waste treatment plant، وتؤخذ إلى معالجة أو مصنع معالجة الفضلات. waste treatment plant، أوكي، مصنع معالجة الفضلات، الفضلات اللي هي الويست. Where حيث they can be recycled، حيث يمكن انه يقدرون يعيدون تصنيعها. recycle إعادة تصنيعها. Where they can be recycled. النقطة الخامسة bottles cans plastic and paper can be sorted put in special bags and delivered to be taken to a waste treatment plant where they can be recycled. روح على النقطة الخامسة أو النقطة السادسة والأخيرة. In my opinion، في رأيي. My opinion هو رأي. Opinion رأي. The improving of environments، تطوير البيئة أو تحسين البيئة. The improving of the environment should be a priority. Priority معناها أولوية. أولوية لمن؟ لكل شخص. Of every person. تمام؟ فصارت عندي in my opinion the improving of the environment should be a priority. A priority. A priority هي أولوية. Of every person. Because لأنه improving the environment، تحسين البيئة، means يعني a better future، مستقبل أفضل، for our future generation، لأجيالنا المستقبلية وأجيالنا القادمة. تمام؟ هنا generations. Generations معناها أجيال. أعد النقطة الأخيرة. In my opinion the improving of the environment should be a priority of every person because improving the environment means a better future for our future generation. راح أعيد الإنشاء من البداية للنهاية وركز وياي. بالبداية لازم أكتب improving the environment، هذا عنوان. ونبدأ بالنقطة الأولى. A safe and healthy environment is very important thing for all creatures on our planet. Healthy and clean environment means good health and save life. The earth faces a plentiful environmental problems caused by pollution and other effects by human beings. So we need to improve it. To improve it, we should have ecological awareness and stop pollution through painting cars that produce too much smoke on roads and painting throwing factories waste materials into rivers. People also can use renewable energy sources such as wind and sun. We can also start a national tree planting campaign. We should work hard to stop destruction of forests. Potholes, guns, plastic and paper can be sorted, put in special bags and delivered to be taken to a waste
treatment plant where they can be recycled. In my opinion, the improving of the environment should be a priority of every person, because improving the environment means a better future for our future generation. هاي بالنسبة للإنشاء مع الوحدة الثامنة، وكذلك بالنسبة لجميع الإنشاءات مع السادس الإعدادي. من استفادت؟ وإذا استفادت شارك هاي المحاضرات ويا الطلاب حتى يستفادون، ومع السلامة.